دي عملة 1955 اهي بتاع لينكولن، خدت بالك؟ وفيها خطأ، خطأ اللي هو اللي في النص ده. العملة دي يا جماعة بتتباع، مش عايز أقول بألوفات الألوفات اللي هي فيها خطأ دي، اللي هو الكتابة اللي هي المكررة دي، اللي هي الكتابة المكررة ديت 1900 كام؟ 55. العملة دي، العملة دي نادرة جدا اللي هي 55 دي، إنما العادية مين يا جماعة ما تعملش، يعني هتعمل إيه ال 55 دي ما بتعملش، اللي هي العادية يعني ممكن تعمل مثلا 50 دولار، يعني حلوة برضو مش وحشة، بس بيبقى بقى أخطاء برضو. العادية منها ممكن تعمل 200 جنيه، ممكن تعمل 300 جنيه، إنما التانية دي بتعمل ألوفات الدولارات يا جماعة اللي فيها أخطاء، اللي هي تكرار الكتابة دي، خد بالك؟ العملة دي 1975 اللي هو لينكولن برضه، والعملة دي من 1900 من 1959 إلى 1982، خدت بالك؟ حرف الدي، شوف العملة مميزة إزاي قدامك، الوجه بتاعه شوف متعتم إزاي، ما هو صغير خالص، وفي أصلا تكرار في التاريخ من على العملة، من الظهر ومن على الوجه. فالعملة دي تعمل فلوس كتيرة جدا، ووزنها 3.11 من 100 جرام، ثقة منها 4 مليون قطعة، 4 مليار. ده طبعا تعمل يعني العادية منها تعمل يعني 40 ل 100 جنيه او 150 جنيه حسب السوق، حسب الحالة وحسب اللي بيشتروا بيها، انما العملة اللي فيها خطأ دي يا جماعة بتعمل حوالي 1100 دولار. نيجي للعملة اللي هي 1981 حرف الدي، العملة دي 1 سنت، 1 سنت برضه نفس الشيء، دي فيها خطأ، دي انحدار في العملة، شايف الحرف بتاع العملة مفيش خالص، الحرف متاكل اهو خالص. العملة دي يا جماعة بتعمل فوق ال 600 دولار، معاك عملات من دي صدقني هتعمل فلوس كتيرة جدا، انحدار ميل.